بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن رفع اليد إلى المنكب أو إلى فروع الأذنين هو أن يحاذي بيده ذلك العضو، واليد جميعا لا تحاذيه. نعم، هو أن يحاذي بيده ذلك العضو، واليد جميعا لا تحاذيه. فالمحاذاة إما أن تكون بأصل اليد وهو الرسغ، أو تكون بطرف اليد وهو رؤوس أصابع اليد، أو توسط اليد وهو وصول الأصابع عن الكف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما زال الشيخ رحمه الله في مسألة رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام ومع الركوع والرفع من الركوع في مواضعه الثلاثة. وهنا يبين ما الذي يحاذي فروع الأذنين أو يحاذي الكتف من اليدين. ذكر أن في هذا ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يحاذي رؤوس الأصابع الكتف أو بفروع الأذنين رؤوس الأصابع. الحالة الثانية أن يحاذي وسط الكف ما بين الأصابع والراحة. الحالة الثالثة أن يحاذي أصل الكف وهو مفصل الكف من الذراع، يقال له الرسغ. فيأتي ترجيحه لأحد هذه الأحوال. نعم. واعلم أن رفع اليد إلى المنكب أو إلى فروع الأذنين هو أن يحاذي بيده ذلك العضو، واليد جميعا لا تحاذيه. فالمحاذاة إما أن تكون بأصل اليد وهو الرسغ، أو تكون بطرف اليد وهو رؤوس أصابع اليد، أو توسط اليد وهو أصول الأصابع عن الكف. أما الأول فلا أعلم أحداً قال إن المحاذاة تكون بذلك الموضع. وأما الأول، لا أحد قال إنه يحاذي بالرسغ وهو مفصل الكف، أصل الكف يعني مفصل الكف من الذراع. لا يعلم الشيخ رحمه الله أحدا قال بذلك. نعم. وأما الآخران ففيهما وجهان. وأما الآخران مراد محاذاة رؤوس الأصابع أو محاذاة وسط الكف وهو مفصل الأصابع من الكف، يعني إما رؤوس الأصابع وإما جذوع الأصابع مما يلي الراحة. هذان الوجهان لهما احتمال. نعم. وأما الآخران ففيهما وجهان. أحدهما أن يحاذي منكبيه أو فروع أذنيه برؤوس أصابعه، هو القول الأول. نعم. وهذا قول القاضي في المجرد وطائفة من أصحابنا، منهم القاضي أبو يعلى. نعم. وطائفة من أصحابنا منهم أبو محمد. أبو محمد الموفق. نعم. لأن المفهوم من قولنا رفع يده إلى كذا أن يحاذي برأسها ذلك المكان. نعم. والثاني أن يحاذي بكفه منكبيه أو فروع أذنيه، وهو الذي ذكره القاضي في الجامع والخلاف وغيره من أصحابنا. نعم. وهو الصحيح المنصوص عن أحمد.
هذا هو الصحيح، أنه يحابي وسط كفه ما بين الأصابع والراحة، فروع الأذنين أو المنكب، هذا أصح من القول الأول. نعم. وهو الصحيح المنصوص عن أحمد قال في رواية الأذنين، وقد سأله أبو الحرث حارث، وقد سأله أبو الحارث إلى أين يرفع يديه، قال يرفعها إلى فروع أذنيه، وقال الذي أختار له أن يجاوز بهما أذنيه، قال ورأيت أبا عبد الله إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يجاوز بهما أذنيه، فقد نص صريحا إذا قلنا يرفعهما إلى أذنيه على مجاوزة الأذنين، ومعلوم أنه لا يجاوزهما بكفه لأن ذلك لم يقله أحد، فعلم لا يجاوزهما بكفه كلها، إنما يجاوزها بالأصابع ويحاذيها بوسط الكف. نعم. ومعلوم أنه لا يجاوزهما بكفه لأن ذلك لم يقله أحد، فعلم أنه جاوزهما برؤوس الأصابع. نعم، جاوزهما بالأصابع. نعم، وحاذاهما بمفصل الأصابع من الكف. نعم. وكيف يصح أن يحمل قوله على رفع رؤوس الأصابع إلى فروع الأذنين، وإن كان في الرفع إلى الأذنين ففي الرفع إلى المنكبين أولى؟ نعم. ويدل على ذلك وجوه. هذا ترجيح للقول الثاني على القول الأول، يعني ما فيه إلا قولان، القول الأول مرجوح والقول الثاني هو المرجوح عند الشيخ. نعم، هو الراجح. نعم. ويدل على ذلك وجوه، أحدها أنه ليس حمل رفع اليد على رأسها بأولى من أصلها، فيجب حمله على الوسط، على الوسط لا على الأصل ولا على الرأس، الوسط. نعم. الثاني أن اليد اسم للجميع، فإذا أريد نفس محاذاتها لموضع كان اعتبار الوسط أولى لأنه أقرب إلى التعديل. اليد اسم للجميع، للرأس وللوسط وللأصل، هذه اليد، والأعدل والأولى الوسط. نعم. الثالث أن الروايات مصرحة بأن حاذى بيده فروع أذنيه أو منكبيه، ففي لفظ حتى يكون بحذو منكبيه، وفي رواية رفع يديه حيال أذنيه، فقد جعل المحاذي للمنكب والأذن إنما هو اليد، ولم يقل رفع يديه إلى منكبيه أو أذنيه حتى يجعل ذلك عائدا لليد، وإنما جعل اليد تحاذي ذلك الموضع، ومعلوم أن ذلك لا يصح في رؤوس الأصابع لأن رؤوس الأصابع لا تسمى اليد. نعم. الرابع أن في حديث وائل ابن حجر رضي الله عنه رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذى بإبهاميه أذنيه ثم كبر، والإبهام يحاذي الوسط، الإبهام يحاذي وسط الكف. نعم. رواه أبو داود في رواية لأحمد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح الصلاة حتى صارت إبهامه تحاذي شحمة أذنه، وكذلك روى البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى تكون إبهامه حذاء أذنيه، رواه أحمد. فإذا حاذت الإبهام الأذن ولو أنه شحمة الأذن جاوزت الأصابع الفروع، وهذا مستند النصوص. نعم، لأن يعني الإبهام واضح أنه يحاذي وسط الكف، فلا يكون الذي يحاذي فروع أذنيه أو يحاذي منكبيه هو وسط الكف. نعم. وهذا مستند المنصوص، ولذلك تأول القاضي وغيره أحاديث الأذنين على أن رؤوس الأصابع تبلغ فروع الأذنين، وأن أحاديث المنكبين على المنكب نفسه. نعم. كما جاء مفسرا في حديث وائد بن حجر، وحمل رواية من روى إبهاميه على المقاربة،
نعم. لأن في حديث مالك بن الحويرث كان إذا كبر رفع يديه حتى يجعلهما قريبا من أذنيه، رواه أحمد. ولا يخرج عن هذا إلا بعض الروايات التي فيها جاوز أذنيه وهي قليلة. نعم، هذا يدلكم على عناية الصحابة وعناية العلماء بصفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم وصفة أفعاله فيها حتى يقتدوا به في صلاتهم. قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فتؤخذ صفة الصلاة من صلاته صلى الله عليه وسلم التي رواها أصحابه. نعم. فصل. والسنة أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى هذا، يعني ترجح أنه يحاذي بوسط كفيه فروع أذنيه أو منكبيه، هذا هو القول الراجح من القولين. هناك من يقول أنه يرفع يديه حتى يجاوز أذنيه، تجاوز كفاه أذنيه، وهذا لا أصل له. نعم، هذا مبالغة. نعم. فصل. والسنة أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى بعض. نعم. وعنه أن يفرقها، يبسط يعني صفة الأصابع حالة الرفع عند التكبير هل تكون مضمومة ولا مفرقة؟ ورد هذا وهذا، أنها تكون مضمومة مستقبلا بطونها القبلة، وأنها تكون مفرقة، والأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم. والسنة أن يبسط الأصابع ويضم بعضها إلى بعض، وعنه أن يفرقها أفضل. وعنه يعني الإمام أحمد أنه يفرقها أفضل. نعم. لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر نشر أصابعه. نشر يعني فرقها. نعم. رواه الترمذي وذكره الإمام أحمد، رواه الأثرم والخلال، ولفظه: كان إذا كبر رفع يديه وفرج أصابعه. نعم، والأمر في هذا واسع، ضمها أو فرجها كله واسع. نعم. والأول هو المذهب، الأول أنه يضمها هو المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله. نعم. والأول هو المذهب، وهو الذي رجع إليه أبو عبد الله آخرا لما روى أبو هريرة. وهو الذي رجع إليه أبو عبد الله، يعني الإمام أحمد رجع إليه آخرا، يعني في آخر أمره. نعم. أنه أضم. نعم. لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال حسن صحيح. ومعنى المد الضم يعني. نعم. وقال حسن صحيح: هذا أصح من حديث يحيى ابن يمان، يعني من حديث النشر. النشر الذي هو التفريق، يعني أن الضم، حديث الضم أحسن من حديث النشر. نعم. والترمذي وقال حسن صحيح: هذا أصح من حديث يحيى بن يمان، يعني من حديث النشر، وقال: وحديثه خطأ. نعم. وقد توقف أحمد في صحة هذا الحديث وقال الذي هو النشر. نعم. وقد توقف أحمد في صحة هذا الحديث وقال: الناس يروونه رفع يديه مدا، وقال: كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة كان إذا كبر نشر أصابعه، فظننت أنه التفريق، فكنت أفرق أصابعي، فسألت أهل العربية فقالوا: هذا هو التفريق وليس النشر، وضم أصابعه. هذا ما توصل إليه الإمام أحمد في آخر الأمر، أن ضم الأصابع هو الراجح من النشر. نعم.
لأنه مع صحة الحديث وضعف الحديث الأول، مع ذلك سأل أهل العربية، لأن العربية هي لغة الأحاديث ولغة القرآن، سألهم عن هذا فعن بسط يديه، قالوا والبسط معناه الضم. نعم. وقال كنت أذهب إلى حديث أبي هريرة كان إذا كبر نشر أصابعه فظننت أنه التفريق، فكنت أفرق أصابعي، فسألت أهل العربية فقالوا هذا هو التفريق وليس النشر، وضم أصابعه وقال قالوا هذا هو الضم وهذا النشر، ومد أبي أصابعه مدا مضمومة وهذا التفريق. مد أبي يعني أحمد. نعم. ومد أبي أصابعه مدا مضمومة وهذا التفريق، وفرق أصابعه. كذلك فسر ابن المديني وغيره النشر بالمد. نعم. وما رواية التفريج فإنما رواها صاحبها بالمعنى الذي فهمه من النشر وظن أنه التفريج، وإنما هو البسط، لأنه يقال نشرت الثوب خلاف طويته. يعني حديث النشر يرجع أيضا إلى حديث الضم وليس معناه التفريق، النشر ليس معناه التفريق بل يرجع إلى الضم، كما تقول نشرت الثوب بمعنى أنك بسطته. نعم. لأنه يقال نشرت الثوب خلاف طويته، وإن لم يكن فيه تفريق فنشر الأصابع بسطها وطيها قبضها. ولأن نعم. ولأن الرفع حال القيام كالوضع في السجود، وإنما توضع حال السجود مضمومة الأصابع. وهذا وجه آخر للترجيح، وهو أن حالة الأصابع عند رفعها عند التكبير مثل حالتها لوضعها على موضع السجود، على موضع السجود تكون مضمومة الأصابع لا مفرقة. نعم. ولأن الرفع حال القيام كالوضع في السجود، وإنما توضع حال السجود مضمومة الأصابع، ولأنه إذا ضمها مبسوطة فإنها تستقيم منتصبة نحو القبلة. وهذا أيضا من وجوه الترجيح، أنها إذا ضمت ومدت أنها تكون مستقبلة القبلة، بخلاف التفريق فقد ينحرف بعضها عن القبلة. نعم. ولأنه إذا ضمها مبسوطة فإنها تستقيم منتصبة نحو القبلة، وذلك تكميل للمستحب، فإن المستحب أن يستقبل القبلة ببطونها لا بجانبها. نعم. فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد. نعم. فيكون حين الرفع عن جانب المنكب من غير بعد مستقيمة أصابعها لا محاذية للمنكب، لا تتقدم عنه ولا تتأخر. نعم. ويبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير. هذه مسألة أخرى في رفع اليدين، وهي متى يبتدي الرفع ومتى ينتهي. نعم. يبتدي مع التكبير وينتهي مع نهاية التكبير، فإذا انتهى التكبير حطها، وإن رفعها قبل التكبير فلا بأس، أو رفعها بعد التكبير فلا بأس، لكن الأولى أنه يرفعها حالة التكبير بداية ونهاية. نعم. ويبتدئ الرفع حين ابتداء التكبير وينهيه مع انتهائه، مع انتهاء التكبير، فلا يسبق أحدهما صاحبه. نعم. لا يرفع قبل التكبير ولا يكبر قبل الرفع، بل يصاحب أحدهما الآخر، هذا هو الأحسن. نعم. ولا يسبق أحدهما صاحبه ولا يرسلهما قبل أن يقضي التكبير، يعني لا يرسلهما، يعني لا يحطهما قبل أن ينتهي التكبير. نعم. ولا يثبتهما حتى يقضي التكبير. نعم. وإن كان ذلك جائزا،
وإن كان هذا كله جائز، لكن الأولى أن يكون الرفع بداية ونهاية مع التكبير. نعم، لأن أكثر الأحاديث كان يرفع يديه إذا كبر. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة. مع التكبيرة، كلمة مع التكبيرة يدل على أنه يبدأ مع التكبير، مع بداية التكبير وينتهي مع نهايته. نعم. لأن أكثر الأحاديث كان يرفع يديه إذا كبر. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة، رواه أحمد وأبو داود. وكلمة مع تقتضي المصاحبة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، رواه البخاري. نعم. فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه، رواه البخاري. وإن رفع يديه ثم كبر جاز. إن رفع يديه ثم كبر جاز، وإن كبر ثم رفع يديه جاز، لكن الكلام على الأفضل. نعم. وإن رفع يديه ثم كبر جاز، لما تقدم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون بحذو منكبيه ثم يكبر. ثم يكبر، كلمة ثم تدل على أن التكبير بعد الرفع. نعم. وعن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذا بإبهاميه أذنيه ثم كبر. ثم كبر كذلك. نعم. وكذلك إن أثبتهما مرفوعتين بعد التكبير. وكذلك إن أثبتهما مرفوعتين بعد التكبير. نعم. وكذلك إذا رفعهما بعد التكبير هذا أيضا جائز. نعم. وكذلك إن أثبتهما مرفوعتين بعد التكبير أو رفع عقب التكبير جاز. نعم. لما روى مسلم في صحيح أن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه. كبر ثم رفع يديه، هذا دليل على أن الأمر جائز، هذا وهذا. نعم. لما روى مسلم في صحيحه أن مالك بن الحويرث كان إذا صلى كبر ثم رفع يديه، وإذا أراد أن يركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا. مالك بن الحويرث فعل هذا وحدث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. نعم. ولفظ البخاري كبر ورفع يديه. ورفع يديه، الواو تقتضي الجمع، يعني كبر ورفع يديه في آن واحد، وهذه هي الصفة المختارة. نعم. وإنما اخترنا الأول لأن أكثر الأحاديث تدل عليه، ولأن الرفع هيئته للتكبير فكان معه كسائر الهيئات. اخترنا، يقول الشيخ، اخترنا القول الأول وهو أن الرفع يكون مع بداية التكبير وينتهي مع نهايته، هذا هو القول الأول، لأن الرفع تابع للتكبير فيكون معه لا متأخرا عنه ولا تقدما عليه، هذا هو الأولى. نعم. ومعنى قولنا ينهيهما مع انتهائه، لأصحابنا فيه وجهان مومأً إليهما من أبي عبد الله رحمه الله. مومأً، ومعنى قولنا ينهيهما مع انتهائه، لأصحابنا فيه وجهان مومأً إليهما من أبي عبد الله رحمه الله. نعم. الإيماء من الإمام أحمد نوع من مذهبه، قول أو فعل أو إيماء. نعم. أحدهما أنه ينهيه قبل حط يديه فلا يرسل يديه قبل أن يقضي التكبير، وهذا ظاهر كلامه في رواية حرب. نعم.
كلام أحمد يعني. نعم. رفع اليدين مع التكبير. فإن الرفع لا يدخل فيه الوضع والإرسال، وعلى هذا فقد يحتاج أن يثبتهما مرفوعتين إذا طول التكبير. أول التكبير يعني مصاحبة للتكبير، ولو طول التكبير. نعم. وعلى هذا فقد يحتاج أن يثبتهما مرفوعتين إذا طول التكبير حتى يفرق، وإن جزم التكبير لم يحتج إلى ذلك. وإن جزم التكبير يعني حذفه ولم يطوله فلا حاجة إلى بقاء اليدين مرفوعتين. نعم. وهذا قول القاضي والآمدي وغيرهما من أصحابنا، أصحاب الإمام أحمد. نعم. لأن قوله يرفع يديه مع التكبير ورفع يديه حين يكبر يوجب ذلك. نعم، مع التكبير حين يكبر يقتضي المصاحبة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفعهما مع التكبير. واضح. نعم. وإن رفعهما ثم كبر وهما مرفوعتان ثم أرسلهما جاز. هذا سبق إنه يجوز أن يكون الرافع قبل التكبير، ويجوز أن يكون بعد التكبير، ويكون مصاحبا للتكبير، وهذا أولى. نعم. وإن رفعهما ثم كبر وهما مرفوعتان ثم أرسلهما جاز، كما اختاره أبو إسحاق لما تقدم حديث ابن عمر رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. ثم. نعم. وإن اخترنا الأول لأن الرفع هيئة التكبير فكان معه كسائر الهيئات، ولهذا وإن اخترنا يعني يقول هذا جائز، وإن اخترنا نحن القول الأول أن يكون الرفع مع التكبير مصاحبا له بداية ونهاية. نعم. وإن اخترنا الأول لأن الرفع هيئة التكبير فكان معه كسائر الهيئات. نعم. ولهذا لم يستحب أن تبقى بعده، وأما إثباتهما مرفوعتين بعد التكبير فلا يستحب وإن فعله جاز. نعم. وقال الآمدي يكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير وابتداء الوضع مع انتهائه، فعلى هذا يكون انتهاء الرفع هو وضعه، وإن أقطع اليدين كان أقطع اليدين اللي ما له يدين وش يسوي؟ نعم. وإن أقطع اليدين كأنه والله وإن كان أقطع اليدين وإن كان أقطع اليدين أو إحداهما رفع بحد أو مقطوعة إحدى يديه، أكيد أن الكلام فيه سقط. وإن كان أقطع اليدين أو إحداهما. نعم. وإن كان أقطع اليدين أو إحداهما رفع بحسب قدرته. حسب القدرة، الباقي من اليدين يرفع الباقي من اليدين، أو يرفع اليد غير المقطوعة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. فصل. ومن عجز عن استعمال الرفع رفع ما تمكن، وإن لم يتمكن الرفع إلا أن يجاوز أذنيه فعله. نعم. اللي ما يقدر يرفع على الصفة المذكورة المختارة يرفع حسب ما يتيسر له قبل التكبير أو بعد التكبير. نعم. ومن عجز عن استعمال الرفع رفع ما تمكن، وإن لم يتمكن الرفع إلا أن يجاوز أذنيه فعله. وإن إذا كان لا يستطيع أن يحاذي الأذنين أو الكتفين، لا يستطيع إلا أن يرفع يديه رفعاً عالياً، فإنه يفعل ذلك ليحصل على الأجر وإن جاوز محل المشروع. نعم. وإن عجز عنه بإحدى اليدين فعله بالأخرى كما سبق. نعم. وإن نسيه حتى لهيئة سقط. ها؟ وإن نسيه
وضع الكلمة بين قوسين حتى لهيئة سقط، يقول لعلها زائدة المحقق وإن نسيه ظاهر أنه وإن نسيه حتى انتهى، حتى انتهى التكبير سقط. نعم. وإن نسيه سقط لأنه هيئة فات محلها. نعم، لأن الرفع هيئة فات محلها، والسنة إذا فات محلها لا تقضى. نعم. لأنه هيئة فات محلها، وإن ذكره في أثناء التكبير بادر إليه لبقاء محله. وإن ذكره في أثناء التكبير رفع يديه في أثناء التكبير. نعم. وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما. هذه حالة الذي سبق كله، إذا كانت يداه مجردتين، وأما إذا كانت مستورتين بلباس خصوصا وقت البرد فإنه يرفعهما تحت الغطاء. نعم. وإن كانت يداه في ثوبه رفعهما بحسب الإمكان تحت الثوب، تحت الثوب الذي هو مستمل به حسب الإمكان، إن استطاع إلى فروع الأذنين أو إلى المنكبين يفعل هذا. نعم. وإن كانتا يداه في ثوبه رفعهما بحسب الإمكان تحت الثوب، لما روى وائل بن حجر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثيابهم في الصلاة. نعم، هذا دليل على أنهم يرفعون أيديهم عند التكبير تحت الغطاء في الصلاة. نعم، إذا كان عليه إجلال بشت فإنه يفعل ذلك. والمرأة إذا كانت، ولا بد أن تكون المرأة أيضا ساترة ليديها وجسمها، فترفع تحت الثوب. نعم. وفي رواية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حيال أذنيه، قال: ثم أتيتهم فرأيتهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم وعليهم برانس وأكسية. برانس، البرنس هو الثوب الذي رأسه منه، البرنس هو الثوب الذي رأسه منه، والثوب هو الثوب المعروف العادي، فهم يرفعون أيديهم إلى صدورهم لأن هذا ما هذا الذي يستطيعونه. نعم. وفي رواية قال: ثم جئت بعد ذلك في زمان فيه برد شديد فرأيت الناس عليهم جلل. نعم. فرأيت الناس عليهم جل الثياب يحركون أيديهم تحت الثياب يعني من البرد، يعني أجلهم تجلين بالثياب عن البرد. نعم. يحركون أيديهم تحت الثياب من البرد، رواه أحمد وأبو داود. نعم. والأولى له أن يخرج يديه وقت الرفع فيرفعهما ثم يلتحف بعد ذلك. يقول الشيخ: الأولى له، يجوز أنه يرفع تحت الثياب حسب استطاعته، ولكن الأولى له أن يخرج يديه عند التكبير ويرفعهما ثم يردهما تحت الغطاء. نعم. والأولى له أن يخرج يديه وقت الرفع فيرفعهما ثم يلتحف بعد ذلك وإن كان مرتديا، لأن وائل ابن حجر رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه ثم التحف. ثم التحف، هذا دليل على أنه يخرج يديه ثم يلفهما بعد الرفع. نعم. صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه ثم التحف ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه. نعم. قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما. نعم. فإذا أراد أن يرفع رأسه من السجود رفع يديه. يعني يخرج الرسول يخرج يديه ثم يلتحف يلفهما من البرد بعد ذلك. نعم. مسألة: ويجعلهما تحت سرته. هذه مسألة أخرى، انتهى من الرفع، هل الكلام الطويل هذا على الرفع،
لأنه رحمه الله إذا دخل في بحث مسألة يستوفي الكلام فيها، لأن الله مكنه من العلم والإحاطة بالأقوال والأدلة، فهو يفرغ ما عنده من العلم حول هذه المسألة. هذه عادته رحمه الله في أجوبته وفي مؤلفاته. انتقل إلى سنة أخرى، وهي كيف يضع يديه حال القيام في الصلاة. يضع يديه حال القيام في الصلاة، يضعهما تحت السرة أو تحت الصدر، وأما وضعهما على الصدر فهذا غير مشروع. وضعهما فوق الصدر هذا غير مشروع، ولكن تحت الصدر وفوق السرة هذا أرجح، أرجح من وضعهما تحت السرة. هناك من يتشددون ويضعون أيديهم على نحورهم كذا ويطمن رأسه كذا، هذا لا يجوز، ويستدلون بقوله تعالى فصلي لربك وانحر، فسرون النحر بنحر الإنسان، وهذا استدلال بغير محله، لأن النحر المراد به الذبائح، انحر الإبل لله عز وجل، نسك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، ليس المراد بالنحر نحر الإنسان وأنه يضع يديه عليه في الصلاة. نعم. مسألة ويجعلهما تحت سرته، يعني إذا انقضى التكبير فإنه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع، بأن يقبض الكوع باليمنى أو يبسط اليمنى عليه ويوجه أصابعهما إلى ناحية الذراع. نعم. إذا انتهى من التكبير فإنه يضع يديه تحت سرته. كيف يضعهما تحت سرته؟ يقبض اليسرى بيده اليمنى أو يبسط يده اليمنى على يده اليسرى، رؤوس أصابع نحو الذراع. نعم. فإنه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع، بأن يقبض على الكوع، على الكوع وهو مفصل الكف من الذراع، هذا الكوع، وأما المرفق فهو مفصل الذراع من العضد، وأيديكم إلى المرافق. نعم. وبعض العوام يسمون المرفق كوع، هذا غلط. نعم. ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع، بأن يقبض الكوع باليمنى، هذه صفة، يقبض الكوع باليمنى. نعم. أو يبسط اليمنى عليه أو يضع اليمنى على اليسرى من غير قبض، بل يبسطها بسطا. نعم. وتكون أصابعها متوجهة إلى الذراع. نعم. أو يبسط اليمنى عليه ويوجه أصابعهما إلى ناحية الذراع. نعم. ولو جعل اليمنى فوق الكوع أو تحته على الكف اليسرى جاز. ولو جعل اليمنى فوق الكوع أو تحته على الكف اليسرى جاز. أي نعم. المهم أنه يقبض اليسرى باليمنى، يضعها عليها وضعا أو يقبضها قبضا، كله وارد. نعم. لما روى وائل ابن حجر رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل في الصلاة ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. نعم. رواه مسلم، وفي رواية لأحمد وأبي داود وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. نعم. الرسغ هو الكوع، الرسغ هو الكوع، والساعد هو الذراع. نعم. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. نعم. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. قال أبو حازم. نعم. من التابعين. نعم. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي لا. الأول
وعن أبي حازم عن سهل بن سعد. عن سهل بن سعد يقول: ولا أعلمه، يعني سهل بن سعد، إلا أنه ينمي هذا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لأن الصحابي إذا قال يؤمرون ينهون، المراد بالآمر والناهي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا له حكم الرفع كما هو معلوم في مصطلح الحديث. كنا نؤمر بكذا، كنا ننهى عن كذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا له حكم الرفع، لأنه لا أحد يأمر وينهى إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه أحمد والبخاري. وعن قبيصة ابن هلب عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن، وعليه العمل عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. إيه نعم، قبض اليسار باليمين ووضعهما تحت الصدر أو تحت السرة، هذا هو السنة. وأما إرسالهما ويسمونه السدل فهذا خلاف السنة، إلا لإنسان ما يستطيع فلا بأس، أما إنسان يستطيع فإنه يفعل هذه السنة، وهي قبض الكف اليسرى بالكف اليمنى وضعها تحت السرة أو تحت الصدر، لأن هذا خضوع لرب العالمين وذل بين يدي رب العالمين، وهو جمال للصلاة، جمال للصلاة، وأيضا هذا يمنع الحركة، إذا كان الإنسان مرسل يديه يحصل عنده حركة، فإذا قبضهما انتهت الحركة، ما في حركة في الصلاة، هذا من التأدب مع الله جل وعلا، خضوع بين يديه. فالإرسال خلاف السنة إلا لمعذور، ولكن هذا كله سنة، يعني لا يوجب هذا مثل ما يحصل عند بعض طلاب العلم من العداوة بين اللي يقبض يديه في القيام والذي يرسلهما، يحصل بينهم عداوة، يحصل بينهم ربما يصل إلى التكفير، يكفر بعضهم بعضا، هذا من الجهل، من ترك سنة فلا يكفر، بل من ترك واجبا فلا يلزم تكفيره، فكيف لمن ترك سنة؟ نعم. ولأن ذلك أزين، ولا حتى ما يبدع، ما يقال هذا بدعة، يقال تارك لسنة فقط. نعم. ولأن ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع. هذا التعليل، تعليل قبض اليد اليسرى باليد اليمنى وضعهما على تحت السرة أو تحت الصدر، هذا ذل بين يدي الله عز وجل، وهو يزين الصلاة حيث أن الإنسان يخشع ويقطع الحركة. نعم. ولأن ذلك أزين وأقرب إلى الخشوع، وهو قيام الذليل بين يدي العزيز. قيام الذليل وهو العبد بين يدي العزيز وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع، لأن السنة هذه مسألة أخرى. هذا اللي هو القبض، هذا قبل الركوع، أما بعد الركوع فهذا محل خلاف، والشيخ رحمه الله هنا يقول إنه بعد الركوع لا يقبض، لأنه يتهيأ للسجود وقت قصير أيضا، والقول الثاني أنه يقبض، وهو الذي يفتي به الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وذكره في رسالة الصلاة، ورد على من يقول إنه لا يقبض بعد الركوع. نعم، هذه مسألة أخرى. نعم.
ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع لأن السنة لم ترد به ولأن زمنه يسير يحتاج فيه إلى التهيؤ للسجود. نعم، هذا ما اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله. نعم. ويجعلهما تحت سرته. أي نعم، إذا قبض الشمال باليمين أين يضعهما حال القيام؟ تحت سرته. نعم. ويجعلهما تحت سرته أو تحت صدره. أو تحت صدره، لا يضعهما فوق صدره كما يظن بعض الناس، هذا لم يرد. نعم. ولا يرفعهما عن صدره مثل ما يفعل بعض المتشددين، يضعهما على رقبته كأنه يغول نفسه، كأنه يخنق نفسه، كهذا من التشدد. نعم. ويجعلهما تحت سرته أو تحت صدره من غير كراهة لواحد منهما. نعم، لا يترجح أحدهما على الآخر، وإن كان هناك من يرجح وضعهما تحت الصدر رجحه على وضعهما تحت السرة. نعم. ويجعلهما تحت سرته أو تحت صدره من غير كراهة لواحد منهما، والأول أفضل في إحدى الروايات عنه. الأول وهو وضعهما تحت السرة أفضل من وضعهما تحت الصدر في أصح الرواية عن الإمام أحمد، وهذا هو المذكور في كتب في المختصرات مثل متن الزاد وغيره. نعم. والأول وأفضل في إحدى الروايات عنه اختارها الخراقي والقاضي وغيرهما. خراقي صاحب المتن، متن الخراقي، والذي شرح عليه الموفق في المغني، المغني شرح لمختصر الخراقي، وهذا المختصر هو أول، يقولون أول ما ألف في المذهب، وعليه شروح كثيرة، شروح كثيرة من أوسعها المغني لابن قدامة، وكذلك الشرح الزركشي عليه. نعم. اختارها الخراقي والقاضي وغيرهما. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال علي رضي الله عنه: إن من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. نعم. قال علي رضي الله عنه: إن من السنة وضع الأكف على السنة، يعني سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال علي رضي الله عنه: إن من السنة وضع الأكف على الأكف تحت السرة، ويذكر ذلك من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احتج به الإمام أحمد. نعم. وروى ابن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من السنة. أبو بطة هو بن حامد المعروف، الإمام المعروف من أئمة المذهب الحنبلي، ابن حامد. نعم. وروى ابن بطة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من السنة أن يضع يده اليمنى في الصلاة تحت السرة. والصحابي إذا قال السنة انصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن ذلك أبعد عن التكفين المكروه. تكفير بالراء ما هو بالنون، يأتي هذا، يأتي أنه التكفير. نعم. لأن ذلك أبعد عن التكفير المكروه، يعني وهو عدم القبض، عدم القبض. نعم. وفي الأخرى تحت الصدر أفضل. اختارها. وفي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد تحت الصدر أفضل من وضعهما تحت السرة. نعم. وفي الأخرى تحت الصدر أفضل، اختارها طائفة من أصحابنا لما روى جرير الضبي قال: رأيت عليا يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. فوق السرة وتحت الصدر. نعم. رواه أبو داود. وروى قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضع هذه على صدره، ووضع يحيى بن سعيد اليمنى على اليسرى فوق المفصل. رواه أحمد. نعم. والرواية الثالثة: هما سواء. نعم، يعني الأفضل تحت السرة أو تحت الصدر، قيل الأفضل تحت الصدر وقيل الأفضل تحت السرة، والرواية الثالثة: هما سواء، لا فضل لإحداهما على الأخرى. نعم.
والرواية الثالثة هما سواء، اختارها ابن أبي موسى وغيره. نعم. لتعارض الآثار في ذلك. الآثار وردت بهذا وهذا فدل على أنه مخير. نعم. فأما وضعهما على الصدر فيكره. أما الحالة الثالثة ووضعهما على الصدر فهذا يقول الشيخ يكره لأنه لم يصح به دليل. نعم. فأما وضعهما على الصدر فيكره، نص عليه الإمام أحمد. نعم. وذكر عن أبي أيوب عن أبي معشر قال يكره التكثير في الصلاة. تكثير وهو وضعهما على الصدر، وضعهما على الصدر يسمونه التكثير بالراء. نعم. وقال التكثير يضع يمينه عند صدره في الصلاة. هذا معنى التكثير. نعم. وما روي من الآثار على الوضع على الصدر فهل هو محمول على مقاربته؟ مقاربة الصدر يعني تحت الصدر قريبا من الصدر. نعم. مسألة. ويجعل نظره يكفي، نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا رفعت يدي حيال المنكبين أو الأذنين فهل تكون قريبة من الكتف والأذن أم تكون بعيدة؟ قريبة، تكون قريبة من الكتف والأذن. نعم. ليش تكون بعيدة؟ نعم. وهل لا بد حفظك الله من مس الأذن عند التكبير؟ لا يا أخي، لا، ما هو بتمس الأذن أو تسنده على الكتف، لا، أو على الأذن، لا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل محاذاة اليدين للأذنين أو للمنكبين عند التكبير هل يقال بأن هذا من السنن المتنوعة الواردة على وجوه متنوعة؟ نعم، نعم، هذا مخير إن شاء فعل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل المقصود من مسك اليدين وقبض اليدين في القرآن وقبض على الشيطان؟ لا، من قال هذا؟ هذا ذل بين يدي الله عز وجل، ذل بين يدي الله عز وجل، تقف بهذه الصفة خاضعاً بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. وزينة للصلاة كما سمعتم، تقبض الشيطان وتتصلي؟ ما حصل، ما هو بجاين الشيطان، اللي يصلي ما يجيه الشيطان، الشيطان يجي اللي ما يصلي، أما اللي يصلي ويقف بين يدي الله فإن الشيطان يدبر عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند القيام من التشهد الأول يقول كيف أرفع يدي، هل أبدأ التكبير وأنا جالس وأنتهي إذا قمت مع نهاية التكبير؟ مع القيام تبدأ التكبير، مع القيام، مع القيام، لا تؤخره إلى أن تقوم ثم تكبر إذا قمت، لا، يكون في الفترة ما بين قيامك من الأرض إلى اعتدالك، هذا محل الانتقال، هذه تكبير تسمى تكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن، فلا تكون قبل الانتقال ولا بعد الانتقال، وإنما تكون أثناء الانتقال، التكبير يكون أثناء الانتقال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من يقول إن رفع اليدين حذو الأذنين خاص بتكبيرة الإحرام ورفعهما حيال المنكبين لبقية التكبيرات في الصلاة، فهل لتفريقه هذا وجه؟ إذا جاء بدليل فلا بأس، إذا جاء بدليل على هذا التفريق فلا بأس، أما إن كان اختيار له من غير دليل فلا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الحديث عن التكبير وعن صفة مد اليدين يشمل تكبيرات صلاة العيد وصلاة الاستسقاء؟ نعم، نعم، يشمل صلاة العيد، لها تكبيرة إحرام، وصلاة الاستسقاء لها تكبيرة إحرام ولها تكبيرة ركوع، مثل صلاة غير العيد وغير الاستسقاء. نعم. ويقول حفظك الله،
وهل يرفع يديه بالتكبيرات الزوائد؟ اي نعم، يرفع يديه مع كل تكبيرة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الراجح الذي ترجحونه في وضع اليدين؟ هل هو تحت السرة أم تحت الصدر؟ سمعتم، أنا ما أرجح، أنا ما وصلت إلى هذه الدرجة، ولكن الشيخ رجح، يقول متساويات، يقول متساويات، تحت السرة أو تحت الصدر، أي صفة فعلتها فقد عملتها بالسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم وضع اليدين على السرة، على السرة ليس فوقهما ولا تحتهما؟ نعم، خلاف السنة، ما هو على السرة ولا على الصدر، إنما تحت تحت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس في صلاة القيام والتهجد وأثناء التعب والقيام الطويل يقوم بسدل يديه، فهذا بعض الناس في صلاة القيام والتهجد وأثناء التعب والقيام الطويل في الصلاة يقوم بسدل يديه، فهل هذا جائز؟ لا، هذا خلاف الأفضل، هو جائز لكن خلاف الأفضل، يترك سنة، لكن إذا تعب وأراد أنه يريح يده فترة يعني يسيرة ثم يردها إلى العمل بالسنة لا بأس، إذا فعل هذا من باب الراحة لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن السنة إذا فات محلها، أن السنة إذا فات محلها لا تقضى، هذا الأصل، إلا بدليل، إلا بدليل، إذا دل دليل على قضائها يعمل به، وإلا الأصل أن السنة إذا فات وقتها لا تقضى، إنما هذا في الفريضة. نعم. ثم يقول حفظك الله: هل إذا فاتتني السنن الرواتب هل أقضيها أم لا؟ الرسول قضى سنة الظهر بعد العصر، وأيضاً رأى الذي يصلي راتبة الفجر بعد الفجر وأقره على ذلك، هذا خاص براتبة الفجر، آكد أنه ما تترك، وبقية الرواتب ما يقضيها، ما ورد أنه يقضيها، كون الرسول قضاها هذا خاص بالرسول، لأنه إذا عمل عملاً أثبته عليه الصلاة والسلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل رفع اليدين في الصفا والمروة إلى جهة الكعبة فوق الصفا والمروة، هل رفع اليدين فوق الصفا والمروة إلى جهة الكعبة كرفع اليدين عند الصلاة؟ نعم، أي نعم، يرفع يديه مثل ما يرفعهما عند الصلاة، يرفعهما في الدعاء أيضا، يرفعهما في الدعاء على الصفا والمروة. نعم. فضيلة الشيخ، لأن هذا من أسباب الإجابة، رفع اليدين عند الدعاء من أسباب الإجابة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ترفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة؟ نعم، ترفع عند التكبيرات الأربع في صلاة الجنازة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: لماذا جل هذه الأحاديث؟ لماذا؟ لماذا جل هذه الأحاديث التي رويت في هذا الباب من رواية وائل ابن حجر رضي الله عنه؟ فضل الله يؤتيه من يشاء يا أخي، هذا دليل على فضل فضيلة وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل متن الخراقي رحمه الله هو الراجح من مذهب الإمام أحمد؟ ما هو بلازم، ما هو بلازم، هو الذي اختاره هو من مذهب الإمام أحمد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلدنا يقال إن عدم قبض اليدين هو مذهب الإمام مالك رحمه الله أثناء القيام، فهل هذا القول صحيح؟ ينسب إلى مالك، لكن الإمام مالك إن صح عنه السدل فإنه لعلة أصابته رضي الله عنه، فهو معذور في هذا إن صح عنه هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في درس السبت الماضي ورد النهي عن الصلاة في الطرقات، هل إذا ازدحمت المساجد وصلى الناس في الشوارع؟ قارعة الطريق يا أخي، ما قالوا في الطرقات، يقولون قارعة الطريق الجادة الموسومة
هذا اللي نهي عنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول في هذه الأيام خرج أحد المنتسبين للدعوة إلى الله في إحدى وسائل الإعلام وقال إما أن تكون مع الخليفة الراشد علي أو مع معاوية، وتكلم كلاما على معاوية الصحابي الجليل رضي الله عنه. هذا شيعي ولا يقتدي بالشيعة؟ لا، أما أنه شيعي وإلا أنه يقتدي بالشيعة، لأن بعض طالبة العلم اللي ما تمكنوا من العلم ينطلي عليهم بعض أقوال الشيعة يتكلمون بلسانهم، هذا لا يجوز. الصحابة لا يجوز الكلام فيهم، لا يجوز الكلام في صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا، شوف، لا تسبوا أصحابي، هذا عام لكل صحابة رسول الله، لا تسبوا أصحابي. نعم، فلا يجوز هذا أن يسب صحابي من الصحابة. ومعاوية رضي الله عنه صحابي من أفضل الصحابة، وأفضل ملوك الإسلام معاوية رضي الله عنه وأعدلهم، فلا يجوز الكلام في معاوية. إنما هذا نفس شيعي، نفس شيعي يتصيدون على الصحابة يتكلمون فيهم، فيجب الحذر من ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل إن في بلاده أكثر الأئمة، أئمة المساجد، يرسلون أيديهم في الصلاة، وإذا نصحناهم قالوا، وإذا نصحناهم فقلنا إن السنة هي القبض، لا يستجيبون لنا، فهل في الصلاة خلفهم شيء؟ لا، الصلاة خلفهم صحيحة إذا لم يكن عندهم بدع ولا شركيات، وإنما تركوا سنة من السنن، الصلاة خلفهم صحيحة، وأنت أديت الواجب وبلغتهم، الحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يوجد مسجد في مستشفى، وقد طلب المرضى من الإمام الراتب أن يدعو لهم في قنوت النوازل، فهل يجوز له أن يدعو لهم ويخصهم بالدعاء؟ لا، هذه ما هي بنوازل، مرضى، المرض كثير بالناس، ولا هي بنوازل. النوازل التي تحدث بالمسلمين من العدو أو من الوباء أو غير الطاعون، هذه النوازل. أما المرض هذا شيء عادي. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول انتقلت إلى سكن جديد فوجدت فيه قوارير ماء فارغة قد تركها من كان يسكن سابقا، يقول فقمت باستعمالها، فهل علي إثم في ذلك؟ دام تركها، ما دام أنه تاركها استعملها إذا كانت تصلح للاستعمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما المقصود بقوله سبحانه أو ما ملكت أيمانهم؟ هل يوجد الآن، وهل يوجد الآن ملك يمين؟ وهل للمسلم أن يجمع بين أكثر من أربعة منهن بملك اليمين؟ ملك اليمين لا حد له، لا حد له، تجمع بين أربعة وأكثر من أربعة، إنما النكاح لا يجوز أكثر من أربعة، أما ملك اليمين فلا حد له، وكونه موجود الآن الله أعلم، لا أنفيه ولا أثبته، لا أدري. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم البيع والشراء في الأسهم والمضاربة فيها، وهل هذا يعد كالقمار؟ الأسهم الثابتة في عقار أو في مصنع أو في زراعة لا بأس بها، يعني التي تستثمرها يجيك من غلتها ومن أرباحها لا بأس ببيعها، لأنها أسهم ثابتة ومعروفة. وكذلك الأسهم في التجارة، الأسهم في التجارة المعروفة، بيع وشراء شيء معروف مباح، لا بأس بذلك. أما الأسهم المجهولة التي لا تدري عنها ولا من يستعملها ولا أين تستعمل فلا تدخل فيها، ابتعد عنها.
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يحرم تشمير لم أي لم الأكمام في الصلاة؟ هل إيش؟ يحرم تشمير الأكمام في الصلاة؟ لا، نهي عنه عند السجود، نهي عنه، ولا أكف ثوبا ولا شعرا. نعم. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسأل فتقول: أتتها الدورة الشهرية وتريد العمرة وهي في الرياض. امرأة أتتها الدورة الشهرية وتقول إنها تريد العمرة وهي من أهل الرياض، تقول: لنا منزل في مكة ملك للوالد، فهل أحرم من الميقات أم أنني إذا وصلت إلى مكة وانتهيت من الدورة أحرم من أدنى الحل؟ لا، ما دمت ناويتنا العمرة يوم تمرين الميقات ناويتنا العمرة، ما تجاوزينه إلى مكة إلا محرمة، تبقين في إحرامك في بيتك، تبقين في إحرامك إلى أن ينتهي الدم، تغتسلين ثم تؤدين العمرة. لا يجوز أن تتعدي الميقات بدون إحرام، ولو أن الحائض، الحائض تحرم لا بأس، لكن ما تؤدي العمرة إلا بعد الطهر والاغتسال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز استعمال العطور التي فيها نسبة كحول 100%؟ إذا علمت إن فيها كحول ونسبة كثيرة ولا قليلة، علمت إن فيها كحول فلا يجوز استعمالها. الكحول خمر، لا يجوز استعمال الخمر لا في الطيب ولا في العلاج والطب، ما يجوز هذا. الواجب إتلاف الخمر، تلافها وعدم الاحتفاظ بها. لكن إذا لم تعلم وإنما مجرد شائعة ولا تدري، الأصل الحل الحمد لله، ما لم يثبت أن هذه العطور أو هذا الدواء فيه كحول، إذا ثبت اتركه وتجنبه. نعم. ويقول حفظك الله: وهل نجاسة الخمر حسية أو معنوية؟ نجاسة الخمر عينية، عينية، نجس العين، ما يمكن تطهيره أبدا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلا إذا استحال إلى خل، إذا رجع وذهبت عنه الشدة ورجع إلى الخل، إنه يباح ويكون طاهرا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرت لأحد الإخوان كلام بعض العلماء فيما يسمى بالإعجاز العلمي للقرآن وأنه تخرص وقول بلا علم، فقال: هل معنى ذلك أنه يعطل بالكلية؟ يقول: فبماذا أجيبه وفقك الله؟ تقول: لا يفسر به القرآن، ما يقال معنى الآية كذا، ما يفسر به القرآن، خلوا عندهم كيف يصح ولا ما يصح بكيف، أما أنه يفسر به كلام الله هذا لا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز للحامل إسقاط الجنين عندما تكتشف أنه معاق لأن لديها ولد معاق قبله؟ لا يجوز إسقاط الجنين إلا إذا خشي على أمه، إذا خشي على أمه من بقائه وقرر الأطباء ذلك أن على أمه خطراً فيباح إلقاؤه، أما بدون هذا فلا يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إذا استيقظت من النوم وكنت قد احتلمت، يقول فهل هذا يقول إذا استيقظت من النوم وكنت قد احتلمت فهل هذا يعد منياً أو مذياً، وما الواجب فيه؟ إذا وجدت البلل، إذا أحسست بالاحتلام وجدت البلل فهذا جنابة بلا شك. كذلك لو وجدت البلل بعد النوم ولم تذكر احتلاماً فإنه يجب عليك الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، يعني ماء الاغتسال يكون بوجود الماء من الاحتلام.
لأنه قد تحتلم ولا تشعر، لأن النوم ثقيل قد يحتلم الإنسان ويخرج منه مني وهو ما يدري، يجد أثره إذا استيقظ. نعم. فمن استيقظ ووجد بللا فإنه يغتسل، لأن هذا جنابة لا يشعر بها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: امرأة توفي زوجها ولديها 4 من الأطفال. امرأة توفي زوجها ولديها منه 4 أطفال، فذهبت إلى بيت أبيها بعد 3 أيام، فهل فعلها هذا جائز؟ ليش تروح إلى بيت أبيها؟ الواجب تبقى في بيت الزوجية، لأن هذا من الإحداد، من أحكام العدة بقاؤها في بيتها. قوله صلى الله عليه وسلم: امكثي في البيت حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا تتحول عنه إلا لعذر شرعي، ما تستطيع معه البقاء في البيت. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص توفي قبل يومين وعليه التزام، فهل يجوز لأحد أقاربه أن يقوم بسداد هذا الالتزام وهذا الدين لحين التصرف في ممتلكاته؟ يتبرع له، أما أنه يدفع الدين من باب القرض على التركة لا، يوفى من التركة ويبادر بذلك قبل القسمة وقبل الميراث. وإن لم يكن له تركة وتبرع أحد إخوانه سدد عنه فلا بأس، هذا سنة. أما أنه يسلفه على التركة لا، ما يجوز. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأفضل أن يطلب الولد من أبيه أن يسهل له مؤونة الزواج وأن يعطيه؟ هل الأفضل أن يطلب الولد من أبيه أن يسهل عليه مؤونة الزواج وأن يعطيه مالاً، أم أن الأفضل أن يصبر حتى تتيسر أموره؟ أكان يخاف على نفسه من ترك الزواج، يخاف على نفسه، يجب على الوالد الذي يقدر أن يزوجه، يجب، هذا من حقوق الولد على والده، وهذا من النفقة، من النفقة الواجبة على الوالد، حق له على والده أنه يزوجه. إذا كان يخاف على نفسه ولا عنده استطاعة يتزوج، فهذا من واجبات الوالد لولده. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أردت السفر فأذن المؤذن لصلاة الظهر وأنا لم أغادر البلد، فصليت الظهر في المسجد مع الجماعة 4 ركعات، ثم صليت بعدها مباشرة العصر 4. هذا غلط، ما بعد بدأ السفر إلى الآن أنت في البلد. الجمع والقصر إذا غادرت البلد، إذا غادرت البلد تجمع وتقصر، أما ما دمت في البلد فلا جمع ولا قصر ولو أنك تريد السفر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم أن يستبدل شخص سيارة بسيارة أخرى ويدفع الفرق نقدا، هل يكون هذا من باب بيعتين في بيعة؟ لا، هذا بيع سيارة بسيارة وزيادة، لا بأس بذلك، هذه بيعة واحدة، باع سيارة بسيارة بثمن وزيادة تقابل النقص الذي أو الزيادة التي في سيارته. نعم. وأحل الله البيع وحرم الربا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الدعاة يقول: عليكم التمسك بأهداب الشريعة، يقول: فهل هذه المقولة عليها ملاحظة؟ لا، أهداب الشريعة يعني أوامر الشريعة ونواهيها. نعم، هذا طيب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند الخروج من العمل وبسبب الزحام الشديد تصادفني صلاة العصر كل يوم وأنا بالطريق، فهل يجب علي أن أبحث عن مسجد أو أن لي أن أصليها إذا وصلت إلى المنزل؟ لا، إذا استطعت أن تصليها في المسجد يجب عليك ذلك مع الجماعة في المسجد، يجب عليك. إذا كنت ما تستطيع أن تصليها قبل وصولك إلى البيت فتؤخرها إلى البيت.
نعم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.